بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء دوما بهذا اللقاء المتجدد، ومع كتاب الله عز وجل نتحدث عن صفات المتقين في القرآن العظيم من مطلع سورة البقرة. والغاية أن نتعرف عن صفات الإنسان المؤمن الكامل الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون على سمة معينة وعلى أخلاق حميدة مشرفة. تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نتعرف إلى صفات المتقين في كتاب الله جل علاه. يقول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا مطلع سورة البقرة، والتي تعد أطول سورة في القرآن العظيم. سميت بالبقرة لقصة بقرة بني إسرائيل. هذه السورة لها فضل كبير، فيها شفاء وحسن ووقاية، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، هي تبطل السحر، وهي وقاية وحسن وشفاء. والبيت الذي تقرأ به سورة البقرة: لا تدخله الشياطين 3 ليال. تعالوا بنا نتعرف عن أهم ما في سورة البقرة، وهي هذه الصفات التي أراد الله تعالى أن يتصف بها عباده المتقون. في مطلعها يقول تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب. هذه تسمى بالحروف المقطعة في أوائل السور. قد يكون هناك ألف لام ميم، حام ميم، عين سين قاف، أو غيرها من الحروف المقطعة. هي أصلا تساق بيانا لإعجاز القرآن العظيم. أراد من خلالها ربنا عز وجل أن يقول للخلق: إنكم عاجزون عن الإتيان بمثل هذا القرآن، لأنه مكون من نفس الحروف التي تتخاطبون بها، هو مركب من نفس الحروف الأبجدية، لكن لا أحد يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن. الملاحظ أن كل سورة افتتحت بالحروف المقطعة لابد أن يكون فيها انتصار للقرآن العظيم وبيان إعجازه وعظمته. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ما معنى لا ريب فيه؟ أي لا شك فيه، ليس فيه شك ولا ليس فيه أدنى دع ما يريبك إلى ما يريبك، يعني كل ما يعتريه من نقصان غير موجود. فهذا الكتاب هو من عند رب العالمين، وهو كامل في أسلوبه وفي بلاغته وفي إرشاده وفي هدايته. أن يكتب الإنسان وأن هذا الكتاب لا خطأ فيه ولا شك فيه ولا ريب فيه، هذا أمر يكاد مستحيل. حتى جعل أحد المفكرين الغربيين، فيلسوف غربي مهتم بالكتب ومهتم بالتأليف، أعلن إسلامه لما سمع هذه الآية لا ريب فيه. فلما سئل عن سبب إسلامه قال: هذا الكلام لا يمكن أن يقوله إلا إله، لأن النقص هو من شأن البشر، لا يستطيع أحد من البشر أن يؤلف كتابا ثم يقول: كلامي كله صواب ولا يحتمل الخطأ، لا يمكن،
حتى في رسائل الدكتوراه الذي يؤلف أطروحة للدكتوراه يقول في أولها: وعسى أن أتدارك في الأيام المقبلة ما وقع لي في أطروحتي من أخطاء أو من نسيان أو من كذا وكذا. لكن أن يقول رجل أمي وهو محمد صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم ويأتي بكتاب في أمة أمية ثم يقول بأن هذا الكتاب لا ريب فيه، دليل على أن الكتاب هو من عند الله عز وجل. فالمتفق عليه عند الكتاب وعند أصحاب التأليف أنه لا يكتب أحد كتاب في يومه إلا قال في غده: لو غيرت هذا مكان هذا لكان أحسن، ولو زدت هذا لمكان هذا لكان أفضل، ولو تركت هذا لكان أجمل. لكن أن يقول قائل بأن هذا الكتاب لا ريب فيه دليل على أنه من عند الله. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب، وتقرأ لا ريب فيه. هناك وقفان، والوقفان معناهما صحيح. إما أن نقول ذلك الكتاب لا ريب وقف فيه هدى للمتقين، أو نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ففي رواية ورش ورواية حفص الوقفان كلاهما صحيح، والمعنى في المحصلة واحد. ذلك الكتاب ربنا عز وجل تحدى به أساطين البلاغة وأرباب الفصاحة. معلوم أن العرب اشتهروا بالفصاحة وبالبلاغة، وأنهم كانوا يعقدون أسواقا للشعر. والعرب سموا عرب لأنهم عندهم الإعراب وعندهم الفصاحة والبلاغة، بخلاف الآخرين من الأقوام يسمون العجم، كلامهم ناقص. واشتهر العرب بأنهم سلاطين البلاغة وأرباب الفصاحة. الله تعالى تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، تحدى الإنس والجن أن يجتمعوا كلهم لكي يأتوا بمثل هذا القرآن، لن يستطيعوا. فقال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أي لا يستطيع أحد من الإنس والجن، ولو اجتمعوا فلاسفة ومفكرين وأدباء وشعراء وغيرهم على أن يأتوا بالقرآن، تعاون الإنس والجن لن يستطيعوا، لأنه كلام الله. ثم تحدى الله تعالى الجميع بعشر سور من مثله فقط. القرآن العظيم فيه 114 سورة. تحدى الله تعالى في الأول بالقرآن بكله، ثم بعد ذلك تحدى بعشر سور من مثله فعجزوا. ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله ولو كانت أصغر سورة فعجزوا. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صفات المتقين تضمنتها هذه الآيات، فالقرآن العظيم جاء هدى للمتقين. التقوى ما هي؟ التقوى هي شعور في ضمير الإنسان وحالة نفسية في وجدانه. ومن صفات المتقين أنهم سمت نفوسهم فأصابتها الهداية من عند الله. المتقون عندهم استعداد لتلقي نور الحق والسعي في مرضاة الله. والمتقون يكونون في كل عصر وفي كل زمان وفي كل منطقة. حتى عند العرب في الجاهلية كان هناك أناس عندهم الاستعداد لتلقي نور الحق. في الجاهلية كان هناك أناس كرهوا عبادة الأصنام، وكرهوا شرب الخمر، وكرهوا التعامل بالربا، وكرهوا وأدى البنات، كرهوا كل صفات وأعمال الأقوام الجاهليين. لماذا؟ لأن فيهم شعور التقوى، استعداد لتلقي نور الحق. ولما جاء الإسلام كانوا سباقين لإعلان إيمانهم، أدركوا أن خالق الكون لا يرضى بعبادة هذه الأصنام والأوتان، وأيضا أن خالق الكون لا يرضى بهذه السلوك القائم على الفساد والإفساد والظلم وقتل الأرواح وإسفاك الدماء. بل حتى أن من أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود والنصارى في ذلك الزمان، كان منهم أناس يؤمنون بالله واليوم الآخر
وكانوا يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وربنا قال وأولئك من الصالحين. فالتقوى هي صفة من صفات أهل الله عز وجل، وعلامتها أن الإنسان يبتعد عن الخطايا ويجتنب السيئات، هذا من علامات التقوى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. العلماء يعتبرون بأن التقوى كما عرفها سيدنا علي بن أبي طالب هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، لأن أهل التقوى هم أول من ينادى عليهم يوم القيامة. روي في الحديث أن الناس يوم القيامة يحبسون في بقيع واحد، فينادي مناد: أين المتقون؟ أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. هذه التقوى أيها الأحبة الكرام. والقرآن العظيم هو هدى ورحمة للمؤمنين المتقين، فهو دليل على كل خير. القرآن الكريم هو مرشد إلى كل سعادة، وكل من اعتصم به حفظه الله ورعاه، وكل من التمس منه الشفاء داواه الله تعالى، خصوصا من مرض الجهل والشرك والكفر. ربنا قال عن الكتاب العزيز: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهم عليهم عمى. هناك قوم لا يؤمنون بالقرآن، يعتبرون بأنه مجرد كلام بشر وأنه منقول من الديانات الأخرى، ويعطون الكثير من المبررات، والحقيقة أن الله تعالى قد ضرب على آذانهم وضرب على أسماعهم وعلى عقولهم. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهم عليهم عمى. أما أهل الإيمان الذين عندهم استعداد للتقوى، فربنا قال: هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب. ما هو الغيب؟ الغيب هو كل ما غاب عن علمك، كذات الله، ذات الله تعالى غابت عن العلم، نحن لا نرى إلا أثر رحمته، نرى صنعه وإبداعه، لكن لا نرى ذات الله تعالى، وكذلك لا نرى ملائكته، ولا نرى الدار الآخرة وما أعد الله فيها من بعث ونشور وحساب وجزاء. هذه كلها قضايا غيبية. الإيمان بالغيب هو أن تؤمن بأشياء أخبر بها الله تعالى عبر رسله، وهي لا يمكن للإنسان أن يعلمها من خلال الواقع أو من خلال العقل أو التفكير. لا يمكن أن تصل إلى قضايا الغيب إلا بالإخبار من خلال الوحي الصحيح. فالقرآن العظيم فيه قضايا غيب كثيرة لم يكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا منها، ولكن الله أخبره بها، وهي كثيرة جدا. وإن شاء الله تعالى إذا مد الله لنا في العمر كل مرة نطرح قضية من قضايا الغيب. من ذلك ما قاله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذا جواب على من سأله عن أنباء مريم العذراء وعن سيدنا عيسى بن مريم. سيدنا النبي لم يكن عنده علم، فربك عز وجل أخبره من خلال الوحي الصحيح: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. فكل الأخبار والأحداث والقصص الماضية التي وقعت في التاريخ، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الكثير منها، وهذا عن طريق الوحي. فالغيب هو شيء خاص بالله عز وجل، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. الله تعالى عنده مفاتيح الغيب، وهي خمس كما جاء في الحديث الصحيح: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله،
ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. الإيمان بالغيب هو العتبة التي يبلغها الإنسان فيتجاوز مرتبة الحيوان، لأن الحيوان أعزكم الله لا يدرك إلا ما تدركه حواسه في حيز ضيق وصغير جدا. هو الحيوان لا يؤمن إلا بما يرى وما يسمع وما تنبئه عليه الحواس. أما الإنسان فعنده عقل وعنده قلب وعنده روح وعنده إيمان، فهو مهيئ ومستعد لتقبل قضايا الغيب. ومن صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة. وطبعا ثمرة إيمانه بالغيب هو خشية الله وتعظيمه وأداء حقوقه، بخلاف المنافقين. المنافقون في الظاهر يبدون أنهم مؤمنين، ولكن في الباطن هم يغيرون ويبدلون ويطعنون في الإيمان وفي القرآن. قال ربنا عز وجل عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. المنافقون هم في كل عصر، في كل عصر لما تشتد الأزمات السياسية والصراع حول المصالح، هنا يبدو أهل الإيمان وأهل الكفر وطبقة وسطى تأتي بينهما غير واضحة، تسمى المنافقون مدبدبين، هم مع هؤلاء ومع هؤلاء. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا أخلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فالإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في الارتقاء بالإنسان إلى عالم الإنسانية، وبه يتميز عن عالم البهيمية، لأن هناك التيارات البهيمية في الفكر الإنساني هي تيارات لا تؤمن إلا بالشهوة ولا تؤمن إلا باللذة، تيارات وجودية وتيارات ما يسمى بالبيتنس والهبس، هؤلاء لا يؤمنون إلا بالشدود وبالعلاقات الجنسية يسمونها رضائية، وكأنهم لا يعتقدون بوجود إله معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. فالتاريخ هو مليء بالماديين، الماديون يظهرون في كل زمان ويريدون أن يعودوا بالإنسان القهقرة، يريدون أن يقنعوا الناس بأنه ليس في الوجود غير ما هو محسوس، ويسمون هذا تقدمية، ويسمون هذا عصرنا وحداثة وغير ذلك، وهي في الحقيقة بهيمية قديمة جدا، كانت عند العهود عند الأقوام أيام زمان، ثم في يومنا هذا في عصرنا تلبس لباسا جديدا. بعض الصحابة رضي الله عنهم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هل أحد خير منا؟ هل أحد من البشر خير منا؟ نحن الصحابة أسلمنا معك وجهدنا معك. فقال النبي الكريم: نعم، هناك قوم يكونون من بعدكم خير منكم. فقالوا: من هؤلاء القوم اللي هم خير من الصحابة؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. فمثلا نحن في عصرنا هذا لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم، سمعنا بأخباره وأيقنا بأنها صحيحة وآمنا به وأحببناه وجعلناه قدوتنا. وفي رواية ثانية جاء قوم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأسأل نفس السؤال فقال: نعم، هناك قوم من بعدكم أفضل منكم، قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا مرتين، أولئك أعظم منكم أجرا مرتين. يعني الذين يهتمون بالقرآن العظيم في هذا الزمان لم يروا الوحي يتنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروا النبي حتى صلى الله عليه وسلم، ولكن هم يؤمنون بالغيب ويؤمنون بوجود النبي ويؤمنون بأن القرآن هو من عند الله. وهذا له الشواهد في القرآن، ربنا عز وجل يقول: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ربنا تكلم مع الصحابة من الأنصار والمهاجرين،
قال لا يمكن أن تكفروا، أنتم عندكم امتياز، أنتم رأيتم أيها الصحابة نزول الوحي، وأنتم فيكم النبي عاش بين أظهركم، عندكم الدليل والبرهان. أما الذين يأتون من بعدكم فلم يروا النبي ولم يروا تنزيل القرآن فهم أعظم حالا منكم. هذا معنى قوله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فالسمة البارزة للمتقين هي أنهم يؤمنون بالغيب، والإيمان بالغيب يقتضي الإيمان بالرسل كافة واليقين بالآخرة وبالبعث والنشور، ويدعو إلى القيام بالفرائض والواجبات. ثم لذا قال بعد ذلك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. بعد أن تحدث عن الغيب تحدث عن إقامة الصلاة. فالمتقون صفاتهم أنهم يعبدون الله وحده لا شريك له، يتجهون بالعبادة إلى القوة المطلقة بغير حدود، القوة المطلقة بغير حدود يتجهون إليها، وهي تجمع في نفوسهم بين الإيمان بالغيب والقيام بالفرائض. يقيمون الصلاة، الصلاة يحنون جباههم إلى الله لأنهم عبيد لله، فالقلب الذي يسجد لله حقا ويتصل به على مدار الليل والنهار يستشعر بأنه موصول بواجب الوجود، ويشعر بأنه قريب من ربه وخالقه. ليس المقصود أن تصلي، ولكن المقصود أن تقيم الصلاة. فكم من مصلي يصلي ولكنه لا ينتفع بصلاته. فالنبي الكريم قال للمسيء صلاته، ماذا قال له؟ رجل كان يصلي وكان يسرع في الصلاة بدون خشوع، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لأن هناك من يصلي ولكن عقله غير خاشع وقلبه غير خاشع، ما يكتب له منها إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو ثلثها أو نصفها. فالناس يصلون جماعة، ولكن هناك من يأخذ الأجر كله، هناك من يأخذ نصفه، هناك مجرد ثلثه، هناك من يحصل فقط على الربع، هناك من يحصل على خمس الأجر، هناك من يحصل على سدس الأجر، هناك فقط سبع أو ثمن أو تسع الأجر أو عشر. فالناس ليس كلهم سواء بحسب حضور القلب. لأجل هذا ربنا قال وأقيموا الصلاة، لم يقل صلوا، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. والمؤمن هو المتقي حريص على أنه يحسن صلاته، دائما يحسن صلاته، دائما يرقعها ويجودها. وكان من دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فالصلاة المتقين هي معروفة فيها حضور القلب واستشعار الخشية ومراقبة الخالق. تعبد الله كأنك تنظر إليه، اعبد ربك كأنك تراه، أي لم تكن تراه فإنه يراك. يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. من صفات المتقين بعد الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة أنهم فيهم الإكرام، فيهم الإنفاق. ينفق الرجل على أهله وأولاده وزوجته، ثم ينفق على الفقراء والمساكين والمحتاجين. فهم المتقون يعترفون بأن المال الذي في أيديهم هو كرم من عند الله، المال مال الله والخلق عيال الله. فالمال الذي اكتسبوه ليس من كسبهم، وإنما هو من عطاء الله تعالى. فينبثق في نفوسهم الإحسان والتضامن والبر والشعور بالأخوة البشرية. هكذا من صفات المتقين أنهم لا يوظفون أموالهم في الدمار والخراب والقتل وسفك الدماء، بل يوظفون أموالهم في البناء والتعمير والبر والإحسان والتضامن، لأنهم يشعرون بأن الإيمان بالغيب والإيمان بالله يعطيهم أصلة الأخوة البشرية مع الناس أجمعين، حتى المخالفين لهم في دينهم لا يقتلون ولا يسفكون الدماء، وإنما يقدمون الخير للبشر أجمعين.
يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالوحي الإلهي الذي أنزل على سيدنا محمد، نزل به الروح الأمين. فسيدنا النبي الكريم جاءه الروح الأمين جبريل من السماء وألقى إليه الوحي، وهذا الوحي على نوعين، هناك وحي يتلى وهو القرآن العظيم، وهناك وحي لا يتلى وهو السنة النبوية، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن لنا أعداد الركعات في الصلاة، وبيّن لنا مقادير الزكاة، وبيّن لنا حدود الجنايات، وبيّن كيفية الحج والعمرة، هو الذي بيّن لنا. فالذين ينكرون السنة هم في الأصل ينكرون الوحي الإلهي. فمن صفات المتقين أنهم يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد من الوحي، الوحي الأول هو القرآن الذي يتلى، والوحي الثاني هو السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة هي بيان للقرآن، فهي وحي أيضا ليس منزل، وإنما صدر من النبي الكريم بإعاز من الله تعالى. فكل ما صدر عن النبي الكريم حق سواء في القرآن أو السنة، لأن ربنا عز وجل شهد له بذلك وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن صفات المتقين أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هنا نقطة أساسية وجوهرية، المؤمنون عندهم انفتاح في الفكر وفي الثقافة، وما عندهم ثقافة الإقصاء. ما الذي أنزل قبل سيدنا محمد؟ أنزلت التوراة، التوراة أنزلت على سيدنا موسى وربنا أنزلها لبني إسرائيل من اليهود، وبعده أنزل الله تعالى الإنجيل، أنزله على سيدنا عيسى بن مريم على النصارى، وقبله كان هناك الزبور على سيدنا داود، وقبله كان هناك صحف إبراهيم وغيرها من الكتب السالفة، الأعداد كبيرة من الكتب. فالمؤمنون المتقون يؤمنون بما أنزل على سيدنا محمد، ويؤمنون بما أنزل على اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل. لكن الإيمان هنا هو إيمانا إجماليا وليس تفصيليا، لأن هذه الكتب قد دخلها التبديل ودخلها التغيير ووقع فيها الانحراف، البشر غير وبدل بسبب الأطماع السياسية والمصالح الدنيوية، غيروا كتبهم وبدلوها على مئات السنين. لكن القرآن العظيم هو محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن صفات المتقين أنهم يصدقون بما جاء به سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به المرسلون من قبله. ومن صفات المتقين أنهم لا يفرقون بين الأنبياء ولا بين المرسلين ولا بين أقوامهم، لا يجحدون شيئا من ذلك، لأن كل ما جاء من الأنبياء جاء من عند الله، ما جاء من اليهود وما جاء من النصارى وما جاء من غيرهم كله جاء من عند الله. فالأمة الإسلامية هي الوارثة، فالأمة الإسلامية هي وارثة العقائد السماوية ووارثة النبوات منذ فجر البشرية، والأمة الإسلامية هي الحفيظة على تراث العقيدة والتراث النبوة. وهذا دوما يعطينا الشعور بوحدة البشرية. صفة المتقين إذا رأينا بأن مجموعة صفات توحي لهم بوحدة البشرية، فالمؤمن الذي يصفونه بأنه إرهابي وبأنه انعزالي وبأنه عنصري، هذا كله تهم باطلة تروجها إعلام الأعداء والخصوم. العكس، الصفات المتقين هم أكثر الناس، بل هم الأول من البشر يؤمنون بالانفتاح ويؤمنون بالحوار ويؤمنون بالتعايش ويؤمنون بوحدة البشرية وينبذون العدوان والظلم وغير ذلك. فهذه الصفة تعطينا بأن البشرية هي واحدة، واحدة في دينها، واحدة في رسلها، واحدة في معبودها، وهي تسعى لتنقية الروح من التعصب ومن القهر ضد الإنسان الآخر. إلى أن يقول في الختام يؤمن والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالبعث وبالنشور وبالقيامة والحساب. لأن هناك بعض المثقفين في عصرنا هذا كما كان أيام زمان أناس آخرون لا يؤمنون بالبعث والنشور، سماهم القرآن العظيم بالدهريين. الدهريون هم يدعون الثقافة والإبداع والفكر وهم في الأصل ملاحدة، أيام زمان كانوا قبل الإسلام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن كيقولوا من بعد يقول لك وما يهلكنا إلا الدهر، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني الحياة خلقنا نعيش ثم نموت ثم نفنى. إذا سألته قبل الموت أو قبل الولادة أين كنت، كيقول لك أنا كنت في العدم ثم جئت إلى الحياة وبعد الموت أعود إلى العدم، فحياتي هي إطلالة قصيرة من نافذة الوجود. وهذا عبث، هذا ما يسمى بالحركة العبثية. العبثيون هم مفكرون كانوا في القرن الماضي وقبل الإسلام يسمون الدهريون، وفي عصرنا هذا قد يسمون بأسماء أخرى في العصرنة والحداثة، كل ذلك هي أسماء سموها أنتم وأباؤكم. ولكن الحقيقة أن هؤلاء ينكرون الأديان وأمرهم إلى الله. من صفات المتقين أنهم وبالآخرة هم يوقنون، أنهم يربطون بين الدنيا والآخرة، يؤمنون بمبدأ المصير والعمل والجزاء. إنه يشعر بأنه لم يخلق عبثا وإنما خلق لغاية، ويشعر بأن هناك عدالة مطلقة في انتظاره. فالمؤمن المتقي لا يظلم، لا يسرق، لا يسيء، وحتى ولو كانوا فوق العدالة الدنيوية، لأنه يعلم بأن هناك عدالة أخروية في انتظاره وسوف تقوم بمحاسبته. فالإيمان بالله عز وجل هو من صفات المتقين الموقنين، يؤمنون بالبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار. قال يوقنون، يوقنون هو من اليقين، يعني ليس عندهم شك. الشك في الأول ربنا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه، وهنا قال يوقنون، يعني يتكلم عن اليقين التصديق الجازم الذي لا شبهة فيه ولا تردد. فهم يوقنون بوجود الله، ما عندهم شك، يؤمنون باليوم الآخر، وأثر هذا اليقين يظهر على أعمالهم وسلوكهم. فلا يمكن للمتقي أن يترك الصلاة، لا يمكن للمتقي أن يعجز عن أداء الزكاة، لا يستطيع المتقي أن يشهد بالزور أو أن يأكل حقوق الناس أو أن يشرب الخمر أو يأتي الفواحش، لا يستطيع. لماذا؟ لأنه عنده يقين بالله وأن الله يسمعه ويراه وسوف يحاسبه حسابا عسيرا، عنده الخوف والخشية من عند الله. هؤلاء ماذا قال عنهم ربهم؟ قرر في الختام قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني هؤلاء هم الذين استقروا وثبتوا على هدى الرحمن، وهؤلاء هم المفلحون الذين سوف ينجون من العذاب وسوف يفوزون الفوز العظيم، الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ربنا عز وجل يعطيهم الحياة الطيبة، يعطيهم الشعور بالطمأنينة والسكينة والعزة، ويرضون ولو بالقليل، عندهم الشعور بالرضا وعندهم الشعور بالقناعة. وفي الآخرة أعد الله لهم جنات عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هؤلاء هم أول من ينادى عليهم يوم القيامة لما تفتح أبواب الجنة، ينادي ربنا عز وجل أين المتقون، أين المتقون، فيقومون فيجلسون عن يمين الرحمن، عن يمين الرحمن، وذلك هو الفوز الحقيقي وذلك هو الفلاح الحقيقي. ولمثل ذلك فليعمل العاملون. نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من عباده الراشدين. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم مستمعي الأفاضل وسعداء أن نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. العادة أرقامنا 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62.
أو الرقم الهاتفي 05 22 47 72 50 أو 51 أو 52. مرحبا بكل المكالمات، نبدأها من مكناس، معنا أم سعد. الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الشكر لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سي الحاج قريبان ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك لالا. الحمد لله والشكر لله بالنهار اللي شد لينا الخط، اللهم لك الحمد يا رب. الله يحفظكم لالا، الله يعلي الدرجة ديالكم. ربي يخليك ويخلي لك وليداتك يا ربي ويعلي مقامك في هذا النهار يا ربي. يا رحمن يا رحيم، بارك الله فيك. ارتبك والله القسم، عندي بزاف ديال الاسئله، بزاف بزاف، ولكن غنختصر. هي مرحبا ان شاء الله تعالى. الحمد لله، ولهذا كنطلب منك تهز لينا الدعاء. توفات لي واحد الاخت ديالي في عيد المولد النبوي، ناطت صلي الفجر وطاحت في الصلاه ثاني تما، توفات مع الفجر. الحمد لله لا اله الا الله، سبحان الله. نهار هي نهار تزات، نهار توفات تزات في الجمعه وعيد المولد النبوي، وتوفات في الجمعه ويوم عيد المولد النبوي مع الفجر. والمهم لا اله الا الله، المود ديالها الحمد لله، كانت امراه صالحه، المهم ما مرضت ما والو، الموت فجاه. الحمد لله على كل حال، الحمد لله، لله ما اعطى ولله ما اخذ. كنتمنى تهز لنا الدعاء. سبحان الله يا رب يا كريم. هاد الأخت كانت، المهم غنعاود لك حكايتها. كانت المهم قبل قالت لي كنت حلمت النبي صلى الله عليه وسلم جا عندي للدار عليه الصلاة والسلام. الله عليه وسلم كنت نقول الحمد لله النبي جا عندي، ناط ضربتها في قناة. لا إله إلا الله. ألو ألو، لا إله إلا الله. أم سعد كنشكرك لالا على المكالمة ديالك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أمر الله عز وجل. ربي سبحانه وتعالى قدر الأعمار ديالنا، كل واحد عمر ديالو محدد سلفا منذ أن كان في بطن أمه، وقتل كيف قدر، لكل أجل كتاب. فالموت علينا حق، وكل واحد منا سوف يذوق ويشرب من كأس الموت، ولكن الأساس اللي في الموت هو الفراق اللي كيكون بين العائلة والأحباب. كيبقاو المؤمنين كيشعروا بالفقدان ديال فرد العائلة، كيشعروا بالهجرة ديالو، كيشعروا بأن كل ما في البيت وما حولهم يذكرهم به. هذا هو الصعيب في الموت، هو الفقدان ديال الحبيب والشعور بفقدانه. أما الحمد لله المؤمنين هما كيمشيو عند الله تعالى من أجل الجزاء. قبل ما كيقبض الله الروح ديال العبد المؤمن، الله تعالى كيقول له يا عبدي فلان تعال عندنا ترتاح، تعال إلينا ترتاح عندنا، تعال إلينا ترتاح عندنا. لأن ربنا عز وجل يطلع فيرى بأن عمر الإنسان غتكون فيه ابتلاءات وشدائد وأمراض، هو يتعذب، وربما يتعذب من حوله، ذاك اللي مريض كيتعذب، واللي كيقابل المريض كيتعذب أكثر منه. فربنا عز وجل رحمن بالعباد كيقول له تعال إلينا ترتاح عندنا، نعطيك جائزتك وهديتك. وكيمشي العبد المؤمن، وأول الجائزة والهدية هو أنه يرى مقاما عظيما قد أعده الله في الآخرة، حتى يبدأ يقول يا ربي أقم الساعة، يا ربي أقم الساعة. ثم الجائزة الثانية هي أن الله تعالى ينقله من قبره إلى عالم البرزخ، حيث يوجد أحبابه وأقاربه. عالم البرزخ هو قاعة انتظار كبيرة جدا، يجتمع فيها من رحلوا من دار الفناء إلى دار البقاء، ينتظرون ويترقبون قيام الساعة. ولذا نقول للميت اللهم بدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرا خيرا من جيرانه. فهو اللي كيتسنى الميت الآن هو الدعوات. أي ميت سولناه كيقول لك ليس مهما أنني رحلت، لكن الأهم هو أطلب منكم ألا تنسوني من صالح دعائكم. فنسأل الله تعالى أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح الجنات، ويجعل في أعلى عليين، ويكفيها شرفا هذه الرؤية الطيبة اللي شفتها عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رأى النبي الكريم فهو من أهل الجنة، مبشر بالجنة، لأن النبي الكريم لا يرى لأهل النار،
في الحديث من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. والعلماء قالوا بأن من رأى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بشارة له أنه من أهل الجنة، لأن النبي الكريم لا يرى لأهل النار، لا يرى لأهل الشرك والكفر، وإنما يرى فقط لأهل الإيمان والتقوى. فهنيئا لها، الله يرحمها، والله يلحقن بها مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أمين يا رب يا كريم. نتحول من مكناس إلى إقليم هوارة. معنا السي سعيد. السلام عليكم دير الحاج. السلام عليكم، حياك الله مولاي. لاباس عليك؟ لاباس عليك أخويا، بخير؟ أما ينضر بخير. الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك. مرحبا. الحاجة عندي واحد المرض جلدي. أيه؟ دير واحد الله يرحم الوالدين، عندي شبرة في اليدية. أيها مولاي؟ عندي ديك الشبرة في يدي الله يرحم والديك، لكن كاع اتصل بيا شد مالي اتصل بيا الله يرحم والديك. واخا خويا سعيد بإذن الله، لا إله إلا الله خويا، الله يشافي وعافي، الله يشافي وعافي. وهذا البرص خويا راه كاين بعض الأنواع ديال العلاج كيقضي عليه. هذا مرض جلدي ناتج عن هرمونات، عن خلايا، وربما قد يكون ناتج عن اضطرابات نفسية كيمر بها الإنسان. هي الأسباب متعددة، ولكن الناتج هو أن هذا البرص لم يعد كما كان أيام زمان يعتقد الناس بأنه لا يرجى برؤه. لا، الحمد لله وقع تطور كبير في المجال الطبي، أن هذا البرص هناك أدوية تعالجه، كما أن هناك أدوية أخرى في الطب التقليدي بالأعشاب. هناك مجموعة من الأعشاب يستعملوها الناس، معروفة عند الخبراء في الميدان، تعالج البرص ويعود أحسن مما كان. وأحسن طريقة ممكن نستعملها في علاج البرص هو أننا نأخذ المواد السائلة في القرآن العظيم. المواد السائلة في القرآن ما هي؟ أولا الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. نأخذ إناء ديال الماء، ولن نأخذ واحد القرعة ديال الزيت، زيت الزيتون اللي قال فيها الله تعالى والتين والزيتون وطور السنين، ربنا ذكر في القرآن وتكلم في سورة النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأن كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. زيت الزيتون اللي هو طبيعي، فيه في واحد الأثر عظيم. أو نأخذ إناء ديال العسل، العسل اللي قال فيه الله تعالى فيه شفاء للناس، لما تحدث عن سورة النحل وقال بأنه يخرج من بطونها عسل فيه شفاء للناس. هذا السائل إما الماء وإما زيت الزيتون وإما العسل نقرأ فيه ما تيسر من كلام الله. نحن نتوسل بكلام الخالق، بكلام المبدع، بكلام الصانع، بكلام الشافي، نتوسل بكلامه ونقرأ ما تيسر من القرآن العظيم في هذا الإناء ديال الماء أو ديال العسل أو ديال زيت الزيتون. نقرأ ما تيسر، نقرأ الفاتحة، نقرأ الآية الكرسي، نقرأ سورة الإخلاص، نقرأ المعوذتين، ونقرأ ما تيسر من كلام الله. ثم هذاك المادة شطر نأكله في الفم ديالنا، يمشي مع البلعوم، نفطرو به صباح. وممكن واحد الشطر آخر نقوم ندهنه المكان اللي فيه البرص، إما في اليد أو في الوجه أو في أي مكان من الجلد في الجسد. ومع المدة غتلقى بأن هناك واحد المقاومة داخلية وخارجية. الطعام اللي كناكلوه كيعود مقاومة داخلية من الأعماق، كتلقى ديك الهرمونات والخلايا والكروموزوم كلهم كيبداو يتأثروا، كيقول شنو هاد المادة الغريبة دخلت إلى أجسامنا. هذا كيبان أنه طعام أو شراب، ولكن فيه شيء نوراني عظيم. شنو هاد السر؟ هو كلام الله، كلام الله في رقية ملي كيدخل الجسم داخل. ثم ملي كندهنوا بالجلد في الخارج ايضا كيوقع تفاعل غريب ويشفى. وعدد ديال الامراض من غير البراص، بل هناك سرطانات وهناك امراض غريبه عجز الاطباء عن علاجها، ولكن بكلام الله تعالى وهاد السوائل الثلاثه، الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، وزيت الزيتون
شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، والعسل اللي فيه شفاء للناس كيجيب الله الشفاء. فنسأل الله تعالى أخي الفاضل سيدي سعيد، اللهم تعالى يشفيك ويعافيك. اللهم يا ربي إننا نرفع أكف الضراعة إليك، أخونا سعيد مريض وسقيم، وأنت خالقنا وأنت مبدعنا، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم بدله جلدا خيرا من جلده، وبدله اللهم يا ربي لحما خير من لحمه، ولا بدله اللهم دما خير من دمه. اللهم شافه وعافه، رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم شافه عاجلا غير آجل. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. ونتحول من هوارة إلى إقليم أيت ملول، معنا للا أم حسن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للا أم حسن. أنا فرحانة بزاف حيت كنهضر معك، وحق الله شحال أنا بغيت نهضر معك. الله يحفظك لالا. الحلم متحقق وحق الله العظيم. يا مرحبا بك لالا. أنا وماما كنتصنتو لك بزاف يوميا، وقت ما كنتي كنتصنتو لك، وكنجي كن نجري للدار باش نتصنت لك. بغيت نعاود لك عافاك على التجربة ديالي قبل الزواج، كيفاش كنت. أيه بنتي. كنت واحد إنسانة غنقول لك واقفة شبه زعما ما كاين حتى حاجة، قريت وتحصلت على الدبلومات وهذا وما خدمتش، وكنت كنسمع لك وسمعت بفضل الاستغفار والصلاة على النبي، وبقيت كنستغفر وكنصلي على النبي. شويه لقيت الوظيفه وشويه تبارك الله سهل تيسر لي الزواج الحمد لله، ودرت عرس زوين ما كنتش كنحلم بيه، ما كنتش كنحلم بيه كاع، بفضل الاستغفار والصلاه على النبي وبفضل ماما الله يحفظها ليا، حيت ما الوالد ديالي توفى الله يخليها لك، ودرت لي عرس الله يرحمه ويجزيه. ما تخيلتش انني نديرو. الحمد لله. من بعد للأسف توقفت على الأذكار وتلهيت في الحياة ووقفت على تاني حياتي، والحمد لله ما تيسرش لي دابا الإنجاب. بغيت نولد وما زال ما تيسرش لي، وهذا الشيء اللي بغيت نقول. بغيت نقول للناس أي واحد تعسرت لي شي حاجة يشكر الله بزاف، الذكر ثم الذكر، لأنني أنا شخصيا تحولت من إنسانة ميتة لحية دابا بفضل الله وفضل لا إله إلا الله مع ديالك والنصائح ديالك. ما أي واحد بغى شي حاجة سوى وظيفة لا إله إلا الله زواج يتحول إن شاء الله بفضل الله من الفقر إلى الغنى. أكيد أكيد بنتي، أكيد لا شك ولا ريب في ذلك. على النبي، وبغيت عافاك تدعي معايا بالدرية الصالحة ويتيسر لي، عندي مشاكل شوية في الإنجاب كنحاول ولكن مازال ما تيسرش لي. ان شاء الله بنتي ان شاء الله ربي يرجع عليك يا ربي، تحفظك يا ربي وتحفظ لك وليداتك وما نساوش خيرك، وان شاء الله نتلاقاو في مكان احسن من هذا ان شاء الله يا ربي، ونشوفو وجهك ان شاء الله يا ربي. الله يحفظك وبنتي. الله يحفظك بنتي. تدعي مع ماما مسكينه واقفه معنا بزاف، ومن بعد الموت ديال بابا واقفه معايا راجل يا ربي. الله يخليها ليك الله يخليها ليك. بغيت كعافاك تدعي معها بالصحة وطولة العمر، راه كتصنت ليا دابا يا ربي يا بنتي. يا ربي بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا لك. الله يبارك لك في صحتك، وشكرا على الناس اللي قدامين في الراديو، ناس مزيانين بزاف بارك الله فيك، شكرا بزاف. الله يحفظك بنتي أم حسن. يكفي أن هذا الإحساس النبيل اللي نقلته لنا، كنشعر بأنك الحمد لله في قلبك الإيمان، في قلبك الخشية، في قلبك المحبة، وهذه كلها صفات المتقين. من صفات المتقين عندهم يخشون ربهم بالغيب، فيهم الشعور بال في الرقة ديال الإيمان، تلقى دائما عيونهم تدرف دمعا، ونبرات صوتهم فيها شجن وفيها حزن، وكل ذلك في محبة الإيمان. هنيئا لك، هذه صفات المتقين الحمد لله. نطلب الله أولا في الساعة المباركة
الله الرحمن الرحيم أن يرحم الوالد ديالك في قبره ويجعله في الساعة منعما مكرما، ويجعله ينقل الله تعالى من القبور إلى القصور، ويجعله بجوار الأنبياء والمرسلين والأنبياء المقربين. ونطلب الله تعالى الوالدة ديالك اللي هي الحمد لله أم صالحة، علامة الأم الصالحة أنه بعد ذهاب الزوج ماشي كتحزن وكتبقى تبكي وكتقول ما بقى عندي والي ولا تالي، كتموت كتحزم الأم الصالحة، كتحزم وكتعود مرومص وكتكون إيجابية وكتنشر الفرحة والسرور، وكتحاول ما أمكن أن وليدات وبنيات تقف ترفع المعنويات ديالهم وتزبيهم وتزبي ناسها وتكون مرو وحادقة وقادة. هذه المرأة الصالحة المؤمنة، ماشي كتنهزم كتضعف وكتبقى تبكي وكتعود تشوف راسها بأنها نهزمت. لا، حنا ما حنا في الدنيا ما زال دائما عندنا روح المقاومة، في الدنيا عندنا روح المجابهة، لا نترك سلاح الحياة حتى نلقد أنفسنا الأخيرة. هنيئا لهذه الأم لتشيع الفرحة والسرور في قلوب أولادها وبناتها، الله يطول العمر والله يزكي لنا العمل. بنتي أم حسن، أنت الحمد لله المسار ديال الحياة فيه صعود ونزول، هنيئا لك أنك اجتهدتي في الاستغفار وفي الذكر وعطاك الله هذا الشيء اللي كتمني، هذا أمر طبيعي. ثم الأمر الطبيعي الآخر أن المؤمن مبتلى، لا بد للمؤمن أن يمر بمرحلة مرت فيها الإنعام والتوسعة من عند الرحمن، ثم كتجي واحد مرحلة ديال الابتلاء. ضروري كل مؤمن يمر بهذا، بحال طغوت، بحال واحد طريق سيارة كتلقى فيه دائما واحد المجموعة وقفات، مرة كاين الإنعام الله تعالى كيوسع علينا المال والصحة والسعد والخير، وكتجي ذاك المؤمن وغادي في الطريق سيمر بواحد مرحلة ثانية اسمها مرحلة الابتلاء. لابد علاش؟ ليمحص الذين آمنوا، الله تعالى يريد أن يمحص القلوب. فإذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه. الله تعالى إذا أحب شي واحد يقول للملائكة يا ربي هذا المخلوق مؤمن أو مؤمنة، هذا من أهلي، هذا من أحبابي، يقول يا ربي لقد أكرمته بالمال وأكرمته بالجاه، وهو لا يحبك أنت، يحب أثر نعمتك، يحب المال الذي أكرمته به والجاه الذي أعطيته. يقول من الله تعالى لا، ويحبني لأجلي. يقول يا ربي أزل عن وادي النعم ونرى حقيقة أمره. فربنا عز وجل يقيم الحجة على الملائكة فيزيل عن العبد المؤمن والمرأة المؤمنة شيئا من إنعامه وفضله، يحيد شوية المال، يحيد شوية الصحة، شوية السعد، وناظر كيف تصنعون. المؤمن اللي هو مثل القطعة الذهبية الناصعة يزداد إيمانا ويزداد يقينا، وفي المحنة تلقى دوما ساجد راكع لله، يطلب منه العفو ويطلب منه الرحمة ويطلب منه المغفرة، ودائما تجده يقول ربما ما أصابني من تفريطي أو سوء أعمالي أو كذا أو كذا، هو اختبار من عند الله. ثم ربك عز وجل يفرح ويسعد ويباهي به الملائكة، ويقول الله تعالى يا ملائكتي انظروا إلى عبد فلان وإلى أمتي فلانة، أعطيتهم النعيم فشكروا وأعطيتهم البلاء فصبروا. فأنت أم حسن، أنت غادي في طريق الحسن، طريق المستقيم، زيدي في الاستغفار، زيدي في الصلاة على النبي المختار، وسترين العجب. والاستغفار بنتي هو من أبواب الإنجاب. ربنا عز وجل قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، ويمددكم بأموال وبنين. اللي بغى المال واللي بغى البنون ما عليه إلا أن يكثر من الاستغفار. إلى حبك الله تعالى راه ديك الساعة بيعطيك، ديك الساعة أيام معدودات يعطيك المال ويعطيك البنون. وإلى حبك الله أكثر وأكثر لا يعطيك في الحال، وإنما يباهي بك الملائكة ويمدد قليلا، ويباهي 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 بك الملائكة، ثم إذا أعطاك أدهشك، إذا أعطاك أعطاك بالوفرة المال الحلال الطيب الوفير، وأعطاك الذرية الصالحة ليكمل مكمولة في صورتها وأخلاقها وإيمانها. أسأل الله الكريم أم حسن أن يحفظك المولى ويبارك في صحتك وفي عافيتك، وأن يرزقك الذرية الطيبة والمال الوفير والسعادة الزوجية وكل ما في القلب والضمير. وأسأل الله تعالى كل من قال آمين أن يحقق لنا ولهم الرجاء ويبلغنا المقصود، إنه سميع قريب مجيب. ثم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعود إليكم مستمعي الأفاضل ونواصل هذا اللقاء المبارك، واللحظة نتحول إلى إقليم تنغير. معنا السي أحمد. ألو، السلام عليكم سي الحاج، بخير؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بخير وعلى خير سي الحاج، حياك الله. بخيرين، دايرين بخيرين؟ الحمد لله ربي ونشكره ولله الحمد خويا، على اذاعه ميد راديو مصطفى عبد الكريم، كل شي موظفين ديال اذاعه ميد راديو، الله يحفظكم الله يحفظكم، الله يطول في عمركم سي الحاج. بارك الله فيكم اخويا. انا عندي سميتو تدعي معايا مع واحد البنت على سميتو، هذه شحال هذه كانت تعين على الوليدات كيفاش يكون عنده شي دراري، الله يرحم لك الوالدين. وعاوتاني على هالشي ديال الجفاف، نطلبوا الله تعالى المسلمين اجمعين اللي تيسمعوا لينا وتيسمعوا لي تودسي الحاج كريبان يدعيوا على سميتو نهار غدا الخميس ونهار الجمعه، على الله على الله الله تعالى بشي رحمه الله ودسي كل حاج كريبان. وشكرا ودسي الحاج كريبان، الله يحفظك الله يحفظك ودسي الحاج كريبان. اللهم امين اخويا، بارك الله فيك سيدي احمد. تدعينا على سميتو في هذه ليله الخميس ونهار الجمعه، الله يرحم الوالدين، الله يرحم. اللهم امين اخويا، سيدي ربي ان الله يجعل سيدي ربي يرحمنا بشي رحمه الله، يرحم ودسي الحاج كريبان. يا رب يا ربي يا كريم اخويا، يا رب سيدي احمد، شكرا لك مولاي، شكرا لك، حفظك الله ورعاك الله. وفعلا اننا في بلادنا هناك نقص الخطر يدق بوفره، لان الموسم الفلاحي محتاج الى امطار الرحمه، محتاج الى الغيث، يعني تاخرت امطار الرحمه والمنتوج الفلاحي يعاني الكثير، ونطلب الله السلامه والعافيه. الكل هنا يعلم قدره الله، البشر مهما فعل من أسباب ومن تخطيط ومن استراتيجية لا يكاد يصل إلى نتيجة محمودة. هنا نعلم قدرة الله ورحمته الواسعة الذي ينزل الغيث من السماء. كذلك الناس الكثير اللي كيتشكاو كيتشكاو من غلاء المعيشة وغلاء الأسعار وقلة الموارد، المشكل ديال المال قليل، الناس يعني كيعانيو من الفقر ومن القهر واحد العدد كبير جدا. ثم إضافة إلى ذلك كيف سمعنا السي أحمد من تنغير وقبل منه أم حسن من أيت ملول، يعني قضية الإنجاب وكأن الإنجاب صار في عصرنا هذا ضعيف، كان عدد ديال الناس ولو كيلقوا بأنهم غير قادرين على الإنجاب، إما هناك خلل في الهرمونات وإما هناك شي طعام كنأكلوه أو شي شراب كنشربوه ربما يؤثر، كأن هناك مخطط خارجي لتقليل النسل. على كل حال هذه المشاكل يعني ما هو حلها؟ الحل فيها موجود وبسيط جدا لو أننا جميعنا قمنا به في وقت واحد. يروى أن الإمام ابن المبارك عبد الله بن المبارك من علماء الأمة الأجلاء، ومنهم من يعتبره من أولياء الله الصالحين، عبد الله بن المبارك كان يعقد جلسة في المسجد كما نحن الآن نعقدها في الميديا، لكن عقدوا هذه الجلسة في المديع أيام زمان، كان الناس مثل هذه الجلسات يعقدونها في بيوت الله، كيديروا الدروس ومن بعد كيديروا الحوار مع الناس، كيجيوا الناس عند الشيخ أو عند العالم أو عند الفقيه وكيسولوا أسئلة وكيجاوبهم. فعبد الله بن المبارك كان عنده واحد المجلس ديال الفقه وديال الحديث وديال التفسير كبير جدا، وكانوا الناس كيسولوه على قضايا اجتماعية، على قضايا الأسرة، على قضايا نفسية، على قضايا عائلية، وأحيانا على قضايا المعيش اليومي، غلاء الأسعار، حتى في زمانهم كان غلاء الأسعار ذاك الزمن القديم، وكان عندهم كذلك الجفاف بسبب الذنوب والخطايا والمعاصي، وكان عندهم أيضا قلة الإنجاب، ما بقاش الانسان كينجب كتلقاه كيمشي عند الطبيب وكيقول لي راه باقي ما عندك الانجاب سنوات طويله ومشاكل كهكذا. مره كان هذا الامام الجليل عبد الله بن المبارك في المسجد، فجاءه رجل وقال يا سيدي الا ترى ما اصابنا من الورى؟ الا ترى هذا الجفاف الحر الشديد؟ نحن في فصل الشتاء والمفروض ان يكون هناك البرد القارس وامطار الرحمه، ولكن نرى بان هناك الحر الشديد والجفاف والجو مخنوق. قال لي هل من سبيل لكي ينزل المطر من السماء؟ قال لي اي نعم هناك السبيل.
قال لي ما هو؟ قال لي علينا جميعا بالاستغفار. فجلس الرجل، ثم جاء الثاني فقال له يا سيدي ألا ترى هذا الفقر الذي أصاب الناس، وهذا الغلاء الأسعار، وقلة البركة، والكل يشتكي العوز، وحتى واحد ما كيقدر يساعد الآخر، حتى كل شيء مضغوط، كل شيء مكروه، هل من سبيل باش يكون عندنا المال ويكون الرواج الاقتصادي ويكون النماء وتكون الثروة؟ قال لي نعم كاين سبيل. قال لي ما هو؟ قال لي علينا جميعا بالاستغفار. فجلس الرجل، ثم جاء آخر فقال يا سيدي تزوجت منذ أكثر من 10 سنين ولم أنجب، وذهبت عند الأطباء وعند المعالجين وبدلت نصف ثروتي، وذهب المال هباء منثورا، ولازلت على حالي لم أنجب، هل من سبيل لكي أنجب؟ بغيت الأولاد والبنات، بغيت البنون. قال لي نعم كين. قال لي ما هو السبيل؟ قال لي السبيل علينا بالاستغفار. فجلس الرجل فإذا بأحد طلاب العلم اللي عنده الرغبة في المعرفة، قال يا سيدي هؤلاء الناس يسألونك أسئلة مختلفة، كل كطرح سؤال في اتجاه وانت عندك نفس الجواب، كل سؤال في إشكالية اجتماعية خطيرة وانت عندك نفس الجواب، كتقول لهم علينا أن نستغفر جميعا. قال لي أين هو العقل وأين هو الفكر وأين هو التخطيط وأين هي المناهج؟ قال لي يا بني إن الاستغفار هو لب التخطيط ولب المناهج، ألم تسمع إلى قول الله تعالى على لسان نبيه نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الله تعالى يحكي هذا في زمن نوح، يعني قبل من نحن بآلاف وآلاف وآلاف سنين، حتى هما كان عندهم نفس المشكل، هذا المشكل اللي عندنا الآن ديال غلاء الأسعار وديال التردي الاقتصادي وديال الجفاف وقلة الإنجاب، وهذه المشاكل راه ماشي جديدة ماشي معاصرة، راه كل زمن في هذه المشاكل، وفي عهد نبي الله نوح اللي بعد منا بآلاف آلاف آلاف سنين كان عندهم نفس المشاكل. فسألوا نوح ما هو الجواب؟ قال لهم فقلت استغفروا ربكم، الحل إنكم عليكم بالاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ربنا سمى نفسه الغفور وسمى نفسه الغفار، يعني كثير المغفرة على الذنوب والخطايا والسيئات، استغفر ربك فسوف يبدل سيئاتكم حسنات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، السماء ينزل الله المطر كثير الكثير وفي إبانه، لأن المطر قدر ينزل لكن في غير إبانه غادي يكون خطر، ويقدر ينزل في الأماكن اللي ما فيهاش الفلاحة، الأماكن اللي غتضرر، لكن الله تعالى إذا أنزل الغيث ينزله في إبانه وبكميات المناسبة وفي الأماكن المحتاجة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ها هو المطر والجفاف تجاوزنا، ويمددكم بأموال وبنين، يمددكم المدد، يمددك الله بالمال يعني المدد بغير تعب ولا مشقة، المال يأتي إليك بغير تعب ولا مشقة، بحال كما وقع لأهل الخليج، أهل الخليج هذه 71 عام كانوا فقراء جدا، كانوا قمة الفقر وقمة الحاجة، لكن بفضل الدعوات ودعوة سيدنا إبراهيم الخليل أولا ربنا عز وجل أمدهم بالأموال، لقوا بأن تحت رجليهم الذهب الأسود البترول والغاز والثروات الطبيعية التي لا تعد ولا تحصى. على جدب الآن قائمة الحرب في الشرق الأوسط، لماذا الحرب في فلسطين، لماذا كل هذه الصراعات السياسية الآن؟ لأن هذه المنطقة هي القلب ديال الكوكب الأرضي، هذاك هو القلب ديالها، ربي قسم بها في القرآن الكريم قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هذا البلد الأمين هو مكة المكرمة، والتين والزيتون هي فلسطين التي بعث فيها سيدنا المسيح بالسلام، وطور سينين طور سيناء هو الجبل طور الذي كلم فيه الله تعالى موسى تكليما في سيناء،
هذه المنطقة هي الجوهر ديال الأمة العربية والإسلامية وهي المركز ديال الكوكب الأرضي، وكلها ثروات. هذه المنطقة كلها ثروات، في العراق وفي سوريا وفي الأردن وفي دول الخليج برمتها تم كاين الثروة وتم كاين المستقبل. لهذا السياسات الدولية الكبرى كتحاول ما أمكن تخلق الفتن والقلاقل والبلابل لكي تمنع أي نهضة، لكي تمنع أي قيام لحضارة إسلامية من كيش تقوم. إذا كان الإسلام زائد الثروة البترولية والغازية، يعني المسلمون سوف يسيطرون على العالم. لأن الشيء الذي وقع الآن هو حلقة من حلقات الصراع بين الخير والشر والإيمان والكفر والحق والباطل، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقلنا المدد، ما معنى المدد؟ المدد يمددكم بأموال وبنين. إلى بغى ربي عز وجل راه يمددكم بأموال وبنين، وهذا قال على بني إسرائيل، قال أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. كانوا إسرائيل في واحد الوقت كانوا فيهم الربانيين وكانوا فيهم الصلحاء، كانوا يستغفرون الله ويذكرون الله تعالى، فربنا أمدهم، قالوا أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، عطيناكم واحد السلطة في المجتمع. ولكن اللي هاد السلطة دار فيها الرحمة وطبق في العدل وطبق في الإصلاح، ربي وعده بأنه يزيده قوة إلى قوتكم. أما إذا لم يطبق كذلك فإن الله يسلب منه هذا المدد ويسلب منه هذه القوة، ونعوذ بالله من السلب بعد العطاء. فالشاهد عندنا كنا في قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. يعطيك الله تعالى المال بلا تعب بلا مشقة، أنت جالس والمال كيجي لعندك. وأمددناكم بأموال وبنين، البنين يعني كل عام المرة تحمل لك، كل عام هي حاملة وذاك المولود جاي برزقه. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلنا لكم جنات، من جنات ربي عز وجل حياة طيبة فيها الحدائق الغناء وفيها الفيرمات، أمددناكم بالأنهار والخيرات في من كل جانب. الحل عندنا ما هو؟ هو الاستغفار الاستغفار الاستغفار. فكنقول لأحباب الكرام لنعلنها حملة للاستغفار، كل واحد منا يكثر الاستغفار على الأقل 10 مرات إلى 100 مرة إلى 1000 مرة حسب القدرة لكل إنسان، وينوبها صلاح نفسه وصلاح مجتمعه وصلاح بلاده ووطنه وأمته. ندير الاستغفار بهذه النية، كنطلب الله تعالى بالاستغفار يصلح حالي وحال أسرتي، ثم حال مجتمعي، ثم حال بلدي ووطني، ثم حال أمتي وحال الإنسانية جمعا. وربك عز وجل سوف يرفع هذا الغضب. أسأل الله تعالى استحمد، الله يعطيكم الخير والبركة والتسير، الله يبشركم بالذرية الطيبة وبالمال الوفير وبالخيرات والبركات من عند الرحمن. اللهم آمين، اللهم آمين يا أكرم الأكرمين. ونواصل أيها الأحبة الكرام، والآن نتحول إلى مكناس، معنا أم سعد. السلام عليكم سيد الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مليان قطع الخط. يا مرحبا أختي. أخوي الله يكثر خيرك، الله يجعل ربي ما قنق في الجنة إن شاء الله والفردوس الأعلى يا ربي في هذا النهار. يا ربي كريم يا ربي جميل مستمع. كنت نهاري معاك فكنشد الراديو هذا، كنشد الراديو في اليوتيوب صراحة، النهار كيطلع لي زوين ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وزعما سعداتك سعداتك وسعدات حتى جارك صراحة. أعزك الله أكرمك الله. تدعي لي مع وليداتي يا ربي في هذا النهار، وصحتي عيانة بزاف ما عرفت شنو، يعني صحتي كانت تألم بزاف أكثر يا بالليل، كانت ألم بزاف. لا إله إلا الله. بزاف بزاف والحمد لله على كل حال. اللهم لك الحمد. لا إله إلا الله. وكندير قيام الليل وهذا، وكندعي وديما سبحان الله فاش كنبدا نهاري بكلامك سبحان الله نهاري كيتيسر، شغلي كيتيسر الحمد لله. الله يجعل مقامك في الجنة إن شاء الله يا ربي، ويخلي لك وليداتك. اللهم آمين لله. بارك الله فيك، بارك الله فيك الشريفة. الوليدات يا ربي، وليدات جميع الأمة المسلمة يا ربي في هذا النهار.
يا رحمن يا رحيم بإذن الله وجلال الله وقدرة الله بإذن الله الشريفة. حفظك الله ورعاك. وهذه مناسبة عندي ما نقول لك الله يرحم الوالدين. يا لالا مرحبا مرحبا شريفة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذه مناسبة أيها الأحباب الكرام وإحنا في ختام هذه الحلقة واللحظة هو وقت متأخر من الليل لعله ساعة إجابة. هذه مناسبة أي واحد فينا كان مريض وكان سقيم وكان عليل نقوم بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بأن الإنسان اللي هو مريض يضع يده اليمنى على المكان الذي يؤذيه. قال صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت له نفس الكلام للأم سعد. جاءت واحد المرأة عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله لقد أصابني مرض شديد وأصابني عياء وفير وإنني أحتاج إلى الدواء. فماذا كان من جواب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال يا امرأة ضعي يدك اليمنى على ما يؤذيك وقولي بسم الله اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك واغنني بفضلك عمن سواك واحذر عني أذاك. هكذا قال النبي الكريم هذا الأمر. فكنقول لأم سعد وكنقول كل مرأة معنا وكل رجل وكل مستمع كل واحد من الأحبة الكرام اللي عنده شيء أذى أو عنده شيء مرض في جسمه إما في رأسه وإما في صدره وإما في بطنه وإما في ركبه وإما في سمعه أو بصره أو في أي مكان من أعضائه نضع اليد اليمنى على ما يؤذينا ونقول جميعا هذا الدعاء نختم بهذه الحلقة. نقول جميعا بسم الله اللهم داوني بدوائك اللهم اشفني بشفائك اللهم اغنني بفضلك عمن سواك اللهم احذر عني أذاك. نقولها مرة ثانية وثالثة وبقوة. بسم الله اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عمن سواك واحذر عنا أذاك. بسم الله اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عمن سواك واحذر عنا أذاك. أعوذ بكلمات الله من شر ما أجد وأحذر أعوذ بكلمات الله من شر ما أجد وأحذر أعوذ بكلمات الله من شر ما أجد وأحذر. بسم الله أعيدك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد من شر ما تجد. بسم الله أعيدك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد من شر ما تجد. بسم الله أعيدك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد من شر ما تجد. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفينا ويشفي مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إنا نسألك بأسمائك الحسنى ونسألك اللهم بصفاتك العلى ونسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن علينا أجمعين بالشفاء العاجل. اللهم من علينا أجمعين بالشفاء العاجل وألا تدع فينا جرحا إلا داويته ولا ألما إلا سكنته ولا مرضا إلا شافيته
اللهم لا تدع فينا ولا في مرضى المسلمين جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شافيته. يا رب العالمين، لا تدع فينا ولا في مرضى المسلمين جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شافيته. اللهم يا رحمن يا رحيم، ألبسنا جميعا ثوب الصحة والعافية. اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية. اللهم عاجلا غير آجل، اللهم عاجلا غير آجل. اللهم شافنا أجمعين وعافنا أجمعين واعف عنا أجمعين، واشملنا يا كريم بعطفك ومغفرتك، وتولنا يا رحيم برحمتك. اللهم اشملنا يا كريم بعطفك ومغفرتك، وتولنا يا رحيم بمعفرتك. اللهم شافنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. أذهب الباس رب الناس، أذهب الباس رب الناس، أذهب الباس. اشفي أنت الشافي، اشفي أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا عظيم، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اشفنا شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم اشفنا شفاء ليس بعده سقما أبدا. اللهم خذ بأيدينا، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، اللهم اكفنا بركنك الذي لا يرام، اللهم احفظنا بعزك الذي لا يضام، اللهم اكلأنا في الليل وفي النهار، وارحمنا بقدرتك علينا. يا رب العالمين، خذ بأيدينا واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكفنا بركنك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام، واكلأنا في الليل وفي النهار، وارحمنا بقدرتك علينا. يا ربنا أنت ثقتنا، يا ربنا أنت رجاؤنا، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم ألبسنا جميعا ثوب الصحة والعافية، اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية. اللهم اشفنا شفاء ليس بعده سقما، اللهم اشفنا شفاء ليس بعده سقما. ندعوك يا ربنا في ظهر الغيب، اللهم يا حنان يا منان، شافنا وعافنا وجميع مرضى المسلمين، إنك سميع قريب مجيب. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. اللهم يا رب العالمين، قونا في ديننا، قونا في ديننا، وأعنا على قضاء ديننا. اللهم اجعل يقيننا بك، اللهم اجعل يقيننا بك يقين من كل شر، اجعل يقيننا بك يقين من كل شر، واجعل إيماننا بك يهدينا إلى كل خير، واجعل رجاءنا فيك يحفظنا من كل ضر. يا رب العالمين، اجعل إيماننا بك يهدينا إلى كل خير، واجعل رجاءنا فيك يحفظنا من كل ضر. إلهنا هذا ضعفنا وذلنا ظاهر بين يديك، إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك. إلهنا أنت المعافي فعافنا، وأنت الشافي فشافنا، وأنت القوي فقونا، وأنت المعز فأعزنا، وأنت الغني فاغننا.
يا رب العالمين نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم استجب لدعواتنا، اللهم حقق رغباتنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم واستر عيوبنا، اللهم وتب علينا وعافنا واعف عنا واصلح أهلينا وذرياتنا واكلأنا يا ربنا بعين رعايتك، اللهم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة. اللهم اجعل كلمة لا إله إلا الله علينا حصنا حصينا، اللهم اجعل كلمة لا إله إلا الله علينا حصنا حصينا، اللهم شافنا بقوة لا إله إلا الله وعافنا ببركة لا إله إلا الله وأعزنا بعزة لا إله إلا الله واغننا بنور لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق الأراضين ودرج. لا إله إلا الله الذي بيده مفاتيح الفرج. لا إله إلا الله، يا فرجنا إذا انقطعت الأسباب، يا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب. اللهم اجعل لنا من كل هم وغم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل فاحشة سترا، ومن كل عسر يسرا، وإلى كل خير سبيلا. اللهم يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى، يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى، يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى. اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم أمراضنا فاشفها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، وتعلم أعداءنا فاكفنا شرهم. اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا قريب يا مجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يا حنان يا منان، اللهم انصر الإسلام واهد المسلمين، اللهم انصر الإسلام واهد المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اجمع شمل أمة سيدنا محمد، اللهم ارفع راية أمة سيدنا محمد، اللهم قوي أمة سيدنا محمد، اللهم اغني أمة سيدنا محمد، اللهم أعد أمتنا الإسلامية، أعدها إلى سابق عزها ومجدها. يا من قلت وقولك الحق، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. اللهم يا رب العالمين، ونسألك اللهم أن ترحم جميع أمواتنا، اللهم ارحم جميع أمواتنا وأصلح جميع أحيائنا. اللهم يا رب العالمين اختم لنا جميعا بالحسنى، اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. اللهم يا رب العالمين ارحمنا إذا أتانا اليقين، ارحمنا إذا عرق منا الجبين، ارحمنا إذا كتر منا الأنين والحنين. اللهم يا رب العالمين ارحمنا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اللهم ارحمنا يا رب العالمين ارحمنا إذا فارقنا النعيم وانقطع النسيم وقيل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم كما جمعتنا في هذه الساعة المباركة اجمعنا قريبا في مكة المكرمة، واجمعنا في المدينة المنورة، واجمعنا فوق جبل عرفات، واجمعنا في منى ومزدلفات، ويوم القيامة اجمعنا في الفردوس الأعلى مع خير الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجمعنا مع الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين والصحابة الكرام المنعمين من الأنصار والمهاجرين، واجمعنا مع والدينا وأحبابنا، ولا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم يا من قلت وقولك الحق، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اختم لنا بالحسنى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.